وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وحلقة خاصة من برنامجنا الوطني نبض الاتحاد. كما عودناكم أعزائي المشاهدين نستضيف نخبة أبناء هذا الوطن عزيز على قلوبنا الذين أثبتوا همتهم وبراعتهم. ورحبوا معي الآن بالأستاذ إبراهيم النقبي، رجل أثبت همته في داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها أيضا. بداية أستاذ إبراهيم يسعد مساك. يا مرحبا ويا هلا وجزاكم الله خير على هذا الموصل الذي وصلته فيه، وقدرت أخوانكم أو أولادكم أو يعني شيابكم. انتقلت من مكان بعيد إذا وصلت منطقة الشرقية وهي خور فكان، يقول عروس الخليج. صحيح، خور فكان عروس الخليج يلقب عليها باللقب يعني. صحيح. و أول نشكر ونتقدم لكم ولا دائرتكم ولا مكانكم الذي أنتم كنتوا فيه، وكذلك نتقدم إلى حضرة صاحب السمو رئيس الدولة وأخوانه، وتقدم إلى صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظ الله ورعاه وجعله الله ذخرا للوطن والمواطن والمقيم. صحيح. والمقيم لن يقصر علينا بأي طلب شيخ سلطان، لا يبخل علينا بأي حاجة. صحيح. لا يتأخر عن أي شيء، أي سؤال يلبي. صحيح. ويصغي إلى كلامك اللي بتكلمه أو اللي بتنطق فيه. صحيح. فهذا جزاه الله خير، والله ما يعلى هذه كلها في حسناته. خبرنا أكثر عن حضرتك، عن بدايات قصة نجاحك. قصة نجاح أول بار كنت أنا بسافر بالخشب. بسافر بالخشب إلى البصرة، بالبصرة إلى بنبي، إلى كالكوت، إلى منقرور، إلى أفريقيا، مع الله يرحمه محمد صالح رحمة الله تعالى. بعد كذا أنا سنتين أو ثلاث سنوات سافرت بالأخشاب مع المرحوم محمد صالح الله يرحمه وأولاده. عنده كان أربع أخشاب، عنده الميمون وعنده الطراد وعنده المنكب، يعني هذه الثلاثة والخالدي، هذه أبوام ملك لله ثم إلي، والناس تروح وياه على سفر يعطوهم قلاطة. كم يعطوك مثل أنت تأخذ قلاطة؟ الذي صغير يأخذ نص قلاطة، الذي مثل تقول رجل اللي معروف يعطوه قلاطة ونص، يعني سهم ونص، القلاطة يسموها سهم ونص، والذي إلى مدة يعني سنة. جميل. تروح وتيب بهالخشب هذا، يوم كملت السنة وقف البوم خلاص بندوا، ما فيش عاد سفر. الجو تغير، الأمواج كثرت، فقعد البوم في شو عندنا كانوا بندر، لكن البندر الحين صارت إلى مينا. الله يطول عمر الشيخ سلطان. أستاذ إبراهيم النقبي، أنت بعدين بدأت حياتك في الكويت، عملك في الكويت، خبرنا بعد أكثر. بعد من بعد السفر رحت الكويت. رحت الكويت اشتغل عند أستاذ طابوق وسميد، اشتغلنا مع العمال عراقية إيرانية أردنية مصري، يعني مخلوط، كان الدنيا ضعيفة بارك الله فيك. صحيح. ورحنا لينا لهذه الكويت، يا الله طول عمر عبد الله السالم وحكام الكويت ما قصروا مع الناس الذي تغربوا يعني. فبعد كذا اشتغلت بالتربية والتعليم، اشتغلت مراقب عمال، كان الكويت
ما في مقاول، ما في مقاول، هي بنفس الدائرة تشتغل في عمال قسم، قسم حق التربية، حق الدراسة، قسم حق المدارس، مقسمة. فأنا اشتغلت بقسم العمار المباني، اشتغلت والله بيه شهرين ثلاثة، بعد شهرين حطوني مراقب على العمال، يمكن المدرسة فيها 300 عامل 400 عامل يشتغلوا، أنا أخذوا كروت مالهم، أنا وديها عند الكاتب يوقع عليهم يوميا، اللي بيداوم وقع عليه، ما بيداوم ولا ترى خلاص يضرب أبسم. تميت 15 سنة وأنا بالكويت، أروح وياه أساسا، أروح وياه، بعدين وديت عيالي إلى الكويت. بعد 15 سنة توفى أخوي الله يرحمه هنا، ورجعت إلى إمارات، إلى الشارقة، وقعدت هنا. بعد لا رحت، ما لا قضيت خدماتي ولا رجعت للكويت أبدا، من يوم طلعت الحين ما طبيت فيها. فعشت أنا الحمد لله، والله أكرمني، فتحت لي مثل هو ملحمة، ملحمة يوزع الدجاج ولحوم، بعدين فتحت المطعم، بعد فتحت المطعم الثاني الحمد لله، بعدين أشتغل يعني عندي كافيتيريا بعد. لكن اليوم ما في أمان مثل أول بار كان، اليوم بعض الناس بتخليهم بتأمن فيهم، لكن ما كان الأمانة الأولية. صحيح، ما كان الأمانة الأولية. الأولية إذا جبت لك واحد رجل يشتغل عندك يعتبره هذا المحل يعني يؤدي واجبه. لكن اليوم وش نقول؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. المهم اختلسوا الجماعة عني مبالغ، وقعت أنا في حاجة ضغط علي. فجزاء الله خير شيخ سلطان يزيارة إلى خوره كان، ويستقبل المواطنين وغير المواطنين، مثلا أقول شيخ سلطان ما يبخل في الله، ما عطاء الله أبدا. قلت لي يا طويل العمر؟ قال نعم. قلت لي أنا مطلوب؟ قال لي كم؟ قلت لي ما بعرف. قال أنا بعطيك مليون شيخ سلطان. قال أنا بعطيك مليون. قلت لي إلا بتعطيني حتى لو تراب يقولوا. طلعت من غرق شيخ، قاد لي مليونين من التوزيع الدياي وما دياي وما الوزع، ويبيعوا لي معه، وبعدين سافروا محاجة منهم. أنا جزاه الله خير أعطاني المليون، وبعد كذا دبرت الذي عندي أنا والذي معاي، وأديت الحمد لله المطلوب الذي علي سلمته. لكن هذا شفت الحاكم يعني يصاغ لأي شخص من الأشخاص، ويزور مثلا الحين أي مثلا خوف كان أو كلبة أو دبا، أو يعني الجماعة كلهم يلتفوا حولي ويلبي طلباتهم، لا يستبخل على شيء أبدا. فالحمد لله رب العالمين، الله ستر علينا. المطعم هذا صار لي مدة طويلة، والملحمة باقية بعد، لكن مو شغلها الأولي، شغل بسيط يعني. فالحمد لله يعني في نعمة وفي خير، وجزا الله خير الحكام دولة الإمارات، لن يبخلوا على شعبهم، لن يتأخروا، لن إذا نشكر حكومة الإمارات وهو الشيخ زايد الله يرحمه، جمعهم، جمع الشعب
جمع الشعب وخلف كان بدينه الشيخ خليفة الله يطول عمره، يعني سيرة أبوه وأكثر كرم الجماعة وكرم الشباب وكرم كل ما هو عنده لن يبخل على شعبه. وهذا ونطلب من الله أنه يطول الله بعمره ويبارك الله فيه. وكذلك هو يعني حكام الأمارات يد واحد، أول كان الفيرة روحها، شارقة روحها، دبي روحها، الحمد لله رب العالمين إلا الله سبحانه وتعالى جمعنا في يد واحد. يوم سألوا الشيخ زايد الله يرحمه قال لك يعطي الشعب، قال لي هذا عيالي، قال هذا عيالي بعطيهم، هل يبخل على ابنه؟ فالحمد لله يعني سيرتنا سيرة طيبة، وحكومتنا تساعد كل ما هو يستطيع. الذي عليه ملايين دفعت عنه، شيخ سلطان الله يطول عمره ما خلى شيء، ما خلى واحد وصل عنده وهو مطلوب يطلع فاضي أبدا. وكذلك في أبو ظبي وفي دبي وفي يعني حكومتنا رحمة، صحيح. الله عطانا الأمن والأمان، صحيح. يعني الواحد يبات بيته مبطل نايم مفتوح بابه، هذا نعمة من الله يبارك الله فيك. وهذا يعني قدرة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى رفعنا إلى مكان لن نحتسب فيه على زمن المر. عملوا لنا البيوت، عملوا لنا الشوارع، عملوا لنا أمن، عملوا لنا كل حاجة. شو طلبوا المواطن؟ شو يطلب؟ صحيح. يعني ما قاصر علي أي حاجة، والذي بيتكلم في كلام قاصر علينا هذا غلطان. صحيح. ما منقول ما في، لكن دولة الإمارات عملت حاجات بر وبحر. صحيح. وشوفوا المصايب الذي وهي متحملة. هذا شيء يشرف ابناء الوطن. شفت يعني هنا دولة الإمارات هنا وعيالنا فدوا عنه. صحيح. طبعا أستاذ إبراهيم ما شاء الله عليك، أنا حضرت في واحد متوفي في الحرب اليمن، يانا الشيخ واحد من عيال زايد، قلت لي طال عمرك خضيت الأولاد وهنا مستعدين نأدي واجبنا، قال بارك الله فيك انتوا صيحوا واستريحوا وعيالكم هم اللي بيأدوا واجبهم، ما قاصر علينا شيء إلا ما أعطانا الله سبحانه وتعالى الخير والبركة والصبر والحكمة. صحيح. والإنسان إذا ما كان عنده حكمة بارك الله فيه وما كان يحاسب الكلمة اللي بيطلعها من لسانه، يعني هذا شوي يعني ما عنده استعداد. صحيح. الإنسان لازم يكون حكيم، لازم يتكلم كلمة طيبة. صحيح. لازم يعني الواحد في بعضنا يوم نقعد بيتكلم بأي كلام، ولكن الكلمة الزينة ما حيسمعها، وكلمة الشينة بتطلع من لسانه ما يمديك انت تطلع من عند من من المطعم وتروح برا ولا هي منتشرة. فأنصح أنا أبنائي المواطنين نحافظ على بلدنا وعلى حكومتنا وعلى جلوسنا وعلى قعدتنا، ما نتكلم إلا بكلمة طيبة، ما نتكلم إلا بكلمة فيها يعني خير. صحيح.
فالأفضل ما كان بارك الله فيك والأحسن ما كان يكون يعني مرتاحين في حياتنا وأولادنا. شيء قاصر علينا في الأمارات أنت تشوفه، شيء قاصر على المواطنين ما قاصر شيء، إلا إذا هم بيجيبوا لأعمارهم بلاوي هذا شيء راجع عليهم. صحيح. فالإنسان يحمد الله ويشكره ويشكر هالحكومة اللي الله سبحانه وتعالى يسرها لنا ودامت الله يدومها يا ربي، الله يدومهم والله يعطيهم الخير والعافية والصحة والكرامة يعني. إن شاء الله تعالى. طبعا أستاذ إبراهيم النقبي، أستاذ إبراهيم في قبل أن يدهلنا الوقت لنهاية هذا اللقاء، إحنا نتشكرك جزيل الشكر لاستقبالك الرائع لنا داخل هذا المطعم، لقصة نجاحك الرائعة التي أثرت منها وبرعتها داخل الإمارات، وشكرا لك.